انا من يوم رايح معلمتكم ما بضلوا لي غير معلمتي. انت بدي ايدك ساعدني، شايفني بنت. انتي مكانك مرحبا، كيفكم؟ شو الاخبار؟ اول شغلي انا كثير اشتقت لكم. ثاني شغلي بدي اقول للشاب اللي دائما بيقول انه نحن البنات ما فينا نشتغل كل شيء، انا اليوم رح ورجيك انه نحن فينا نشتغل اي شيء بالدنيا. حاجة تقلونا روحوا على المطبخ، نحن فينا نشتغل. لهيك اليوم انا جاي اشتغل سوي الهان. هذا المكان بيكون فيه كثير خضره وكثير قصص وفواكه وكذا وهيك، فتعالوا معي. وهلا يا جماعه انا رح بلش باول خطوه. طلعت هيك شفت في حركه وفي عالم عم تشتغل، قلت يا بنت فوتي فوتك. في معلم قاعد هنيك رح شوف اذا بيشغلني عنده كنبي، ما بيشغلني عنده بده يشغلني عنده. تعالوا معي. ما سرقته. يعطيكم العافيه. يعطيكم العافيه، مرحبا. كيفك معلمنا؟ والله الحمد لله خير ان شاء الله. ماني جاي اشتري، انا جاي اشتغل عندك. تشتغلي عندي؟ اشتغل عندك. هون بدك تشتغلي؟ ها. وعندي لك كم عندك؟ واحد بتشارط انه انا قدهم كلهم. هاي الشغله ما بتحسن. طيب جربني انت، شو خسران؟ شو بدي اجرب فيك؟ جربني بس باجرتك. شايف هاي البطاطا؟ طبعا باجرتك، بس انا شلون بدي شغلك؟ هاي البطاطا. شايف هاي البطاطا؟ هلا هاي كلها العالم طلعتها لهون. ايه انا جاهزه. عم تتحداني. خارج عم تتحداني؟ انا شغال باجرتك. طبعا باجرتك اكيد. بلاش. ما في شيء ببلاش عندي. انا موافقه. موافقه؟ ايه بس قديش بدك تعطيني؟ يعني انا والله ما تفكر يعني شغلك. جاي اتعب واشتغل على الفاضي انا يعني. بعطيك قد ما بدك، بدي اشوف شغلك على هوا شغلك. هلا بتشوف. اطلعي على السيارة. بس رجاء انا بحب الاجواء تكون هاديه، ما حد يزعجني. ما حدا بيتعاطى ينق علي يعني لو سمحت. مو مشكله، تسلم عيني. ضن؟ قول ضن. قول ضن. ضن. يلا طالع. تفضلي. تعالي على السيارة يلا. لا تتحداني. ناولوها يا شباب. يلا يا شباب هاتوا. ايه اسم قرب لي اياها شوي بس. قلت لك بحب اشتغل برواق لو سمحت. يلا ما حدا يحكي شيء يلا. لا عنك لا والله. لا والله. اكتب حشمني شوي. شباب انا من يوم ورايح. معلمتكم ما بضلوا لي غير معلمتي. عجلوا شباب عجلوا، ما عم تعرفوا تشتغلوا شباب. شباب يلا يلا. شايف ما عم تعرفي تشتغلي، شو هالشغل هذا؟ انا ما عم بعرف اشتغل. بدك تعرفي تصفي وتشتغلي. ليش عم صفي؟ شو هالصفي ما بتشتغل معي؟ والله احلى شغل ما في. شو؟ ها؟ يلا. ولي. بدك تشتغلي على هي. هي بس عم امزح معك. يلا. مو ظابط شغلك، ما عجبني ها. بزعلها والله ما عجبني. باخذ الدبل. لا لا قلت لك خليني اشتغل. شو بدك بعطيكي بس؟ ليه عم تاخذ شغل غيرك انت؟ زلي هلا شوف كيف. شوف زلي لعندي. شوف كيف بدي انزل. شوف زلي يلا زلي. جاكي شان. والله جاكي شان. بس يلا تكل معلم حب شغله وراح يقول لي بدك تشتغلي عندي. نعم نعم معلمي. داج راسي داج راسي والله. طبعا شغلك والله ما عجبني. انه ليس تمساحا عاديا. بصفك كله اعوج بقى عوام. مالك حسنان تشيلي حالك عم تشيلي كيس بطاطا. خلص الله يعطيك. الله يوفقك. والله ما بنسى. اسمعني شوي. خلص ما بنسى. جربني. طيب جربني بالبندوره. ما بنشيل حال بنوب انا ما. هو رح تعطيني اجرتك؟ بدي اعطيكي اجرتك. هي هي اشاره. الله يعطيك. لا خلص بس. خلص معلش معلش. انت معلم شيء؟ هو المعلم. شريكه؟ لا ما شريكك. الله يعطيك العافيه. يلا الله يعطيك العافيه. طيب ليك شو جاي تشتغلي عندي؟ هي بدها رجاله هي الشغله. هلا يا جماعه صح انه قلت قلعت، بس معلش رح كافح ورح ارجع احاول مره ثانيه. تعالوا نشوف. السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك عم؟ ليه؟ عم انا مثل بنتك عم دور على شغل. كفو تقدر الشغل تسويه لك ولو على فكره انا كنت عم اشتغل عند واحد قبلك قام غار مني لانه انا عرفت اشتغل اكثر منه قام قلعني. تخيل لا كنت هونيك عم اشتغل. بدك تعطلي تكنسي بدك تقيمي اللي بدك اياه. كيس 40 كيلو اللي بدك اياه. بدك تسوي شاي اللي بدك اياه. قهوه بدك تطبي المكتب ولك كل شيء شو ما بدك. يلا بلش. يلا بندوره فليفلي. شو نوعها هاي البندوره؟ الانواع؟ ايه شو نوعها هاي؟ هذه اسمها بانياسية، هي طرطوسية هيك اللي لابسها. بلدورة بانياسية وبلدورة شو؟ طرطوسية. يعني من طرطوس؟ طرطوسية. مين أحسن؟ بانياسية. البانياسية أحسن. تشتروا؟ والله اشتروا، الله يوفقكم.
هذه المندورة. بدك تشتري؟ ايه. قد ايه المندورة يا معلم؟ 7. ايه ب10 ب10. شو ب10؟ اسمع هاي البندورة مربعينة على العز. بالله. مي غير شكل. شو ما بدك؟ يعني ب5 ناخذ منها؟ ب10. ب5؟ ب10. ما في 10. بدك تشتري؟ شو 5؟ بدك تشتري؟ شو بدك تشتري؟ شو اجباري؟ ب10. ايه اجباري. انت ابو جاي تشتري بندورة، إذا بتلاقي أحسن من هاي البندورة بكس وقولها لي بتاع واجهني. اسمع مني. نعمل اتفاق أنا وأنت. ادفع لي 10 برجع لك بس مشان يرضى يشغلني عنده. ايه ب10 اتكلنا؟ اتكلنا ب10؟ شو قلت ب10؟ يلا جبرت الله. شو يعني؟ خلي لي هي وهي بس. لا هي الحركات مو علي أنا، ما رح ترجع بعرف. اترك لي شغلي هويتك، شو شغلي انا ما بأمن. برجع لعندك يلا، برجع لعندك. بندورة بندورة. ماري ماري. نعم معلم. والله يا معلم شغلته على الزبون شغلي. شو؟ الغالية البندورة. جبنك ارجيلة؟ اه عندكم شاي؟ امي كنسي. امي شو بدنا هالمكنسي؟ امي كنسي. هاد مكنسي تفضلي. الله كبير. لك نجيب لك أرجيلة أنا بس كنسي فاشل. جيبوا لنا مي على القليل. مأنشح مأنشح الأرض مأنشحة. ليش عم من سنة مشاطفينا. غدار يا زمان. معلم هلا أنا ماني مثل بنتها؟ بشرفك والله. ليك ليك الوسخ شغلتي بشغلتي تعالي بصفط لك بصفط لك البضاعة. ما عم تزبطي ولا شيء. جربني هالمرة. ما عم تزبطي ولا شيء. الله يوفقك بعطيك خيارة. الله يوفقك. يا رب. خيار هذا قول لي اياه. نحن واحد لو سمحت. خليني اصفط لك البضاعة. شلون بدك تصفيها؟ يعني بشيل هذا وبحطه هون لأنه ليك كثير هيك منفش كلين. لأنه يا معلم الواحد وقت يفوت بده يشتري بيطلع إذا في جمال في ترتيب. ما عندك لا جمال ولا ترتيب. يلا رفعي. لا تطلع فيني بتلبق. يلا كسري اياها. بعرف اشتغل اكثر منها. بندورة يلا على البندورة. بعثت البندورة. اكفر كفر هسه. يقول ليش تكفر؟ ليش؟ لا لك في مساحة بين هون وهون ما بتدفعها. انت مكانك بالمطبخ ورا المجنة عجلي. يلا ضب اغراضك ومع السلامة. بعمل لك شغل. والله ما في ناسبين. لو سمحت على المطبخ يلا. اصلا انتوا الشباب كلكم هيك بتغاروا منا. هي الشغلة هي لنا. وها رجعوها انتم. والله عاد عم معلم. لا والله ما بضل واقف. لا والله جاي نشتغل مو جاي نعوم. طيب معلم مني خلص ما في امان؟ ما في مشكلة. انت مكانك بالمطبخ. شو بدي؟ شو اشتغلتي انت؟ انت خربتي عندي ما اشتغلتي. انت خربتي الشغل ما اشتغلتي. يعني ما في اجراء؟ لا ما في اجراء. روحي اشتكي يلا. روحي على المطبخ يلا مكانك المطبخ. انت على المجلى يلا. يلا بنعمل سلطه بالبيت. مناح مناح. لا ماني رجعته. هلا بتمنى من البنات ما تقول انه ماري سودت لنا وجهنا. ما يهمكم. هلا رح ارجع احاول مره ثانيه. وبتمنى من الشباب خلاص ما رح احكي شيء. كفو كفو ما بزعجكم. والله العظيم اهلا وسهلا. مرحبا كيفك شو اخبارك معلم؟ معلم بصراحه انا جاي اشتغل. شو ما بدك تشتغل؟ شو بدك تشتغل يعني؟ مالك شغل يا عمي؟ اي شيء بصفي طبيع شو ما بدك بكنس بمسح بجلي بشطف شو ما بدك. هل تشتغل بالعتاله؟ بعد جربني. طيب بس اشرح لي كيف لو سمحت لانه روحي حطي يدك الكراتيه على الاربعه كلها على الاربعه. ليش بدك تحطها على الاربعه؟ نعبنا مشان نبيعه الاسبوع. قد ايه عم تبيعوا الموز؟ 15. غالي والله عم تغلوا على العالم. طولوا بالكم علينا شوي معلم. ثلاثة بس يا بخيل. كم ننزلهم هلا؟ 40 كيلو. 40 كيلو؟ ايه انا وزني 58 خلص هي 58 كيتل. كان في محل سامي؟ سامي؟ سامي هذا اللي هنيك مو؟ ايه ابو احمد صح صح. ايه هلا تذكرته.
يلا الله بيدبره. سامي ابو احمد. احمد انا محمد. شو السلام عليكم. سلام. في شاب اسمه سامي بيقول له ابو احمد. ذهب ولم يعد. لوين ذهب؟ في له بضاعة. تحت تحت على صوت الثاني. الله يسامحك يا سامي. انت بدي ايدك ساعدني، شايفني بنت. ايش الشد؟ كريم زعيم دعار. والله شكله هالسامي حدا مهم بالمجتمع. لطاحشه لطاحشه. قال سامي عم يشرب شاي عند رفيقه. لا شوفي عنده بعيد. ابعيد عرفته لابعيد. ابعيد سامي. انت سامي هون. مرحبا، شفتوا لي واحد اسمه سامي؟ طيب ابو عيد كمالا شو بدي اعمل؟ صار حشناك. معلم 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 احذر شو صار. هذا سامي احذر. شو قال لي؟ شو قال لي؟ قال لي بطاطك بتهوي. قال لي معلمي بغلي على عالم وما له منيح. ايوه ولا تشتغلي معه وتعش تشتغلي معي، بس انا لاني وفيه قلت له لا. برافو عليك. هلا شو استفدت منك؟ انا شو دخلني اذا هو مرضي ياخذهم؟ خلص رجعيهم بعدين نتفاهم معهم. رجعهم؟ رجعيهم بعدين. ليك لك عم بعيط لك هدائك شو؟ لا. هلا يا جماعه هون المكان كله جملين، ما فيك تشتري كيلو بندور او اثنين، لا بدك تشتري سحارات وكميات كثير كبيره. وطبعا انا حاولت ونجحت على فكره يعني، وشوفوا هي الدليل. تعالوا شوفوا السوق شو حلو. قد البازه هلا؟ سلام. بتبيعوا بس جمله ها؟ طيب بركي مثلا حدا بده يشتري كيلو يعني. اشتري بيرو. روحي على سوق العماره، سوق العتيق. بتشغلوني؟ عندكم. بتشتغلي عندنا؟ شو بدك تساوي؟ ماشي. والله هالليمونات ازرق. قد ايه الليمون؟ 3000 ليره الليمون. الله يعين العالم. قد ايه الجزر؟ 3000. شكرا. مرحبا. شو الاسعار؟ 2500. واللي بقشة؟ 2500. بسعر بعض. الله يجبر عنك، شكرا. هلا شو اسمه هذا؟ انجينار. انجينار. ساعدك؟ بديتهم؟ 14. والله بتعرف كم؟ 90,000 التوم رخصان. يلا الله يجبر عنكم، شكرا. بدي البيض. بيض لجاري. طيب لجارو. مرحبا. هلا كيفك؟ قد ايه البيض؟ 39. 39؟ لسه امبارح جبته ب 30. اوزان صغيره ب 30. يعني حسب الحجم. اي حسب الحجم. طيب اوكي شكرا. وهيك بتكون قصه حلقتنا اليوم، ومثل ما شفنا طبعا انه انا تقلعت بس اشتغلت يعني، حاولت مو انه ما حاولت. واكتبوا لي بالتعليقات شو بتحبوا اني اشتغل مره ثانيه، لانه انا حابه هيك جرب كل المهن لشوف انه نحن البنات بيطلع بايدنا ولا لا. شوفوا العلامات، فما مو تضلوا بالمطبخ مثل ما قلكم، اشتغلوا.